بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مفتك العرب، أهلا بيكو. الفيديو ده مدته بسيطة جدا، بس إثبات لسحب الربح بتاع ريسايكلكس بإذن الله. كل شهر هتعود أوريكو، أو كل ما هيجي ربح هوريكو برضو إزاي بسحب الربح. الربح بتاعي دلوقتي 292.55 يورو، تمام. أروح رايح ضغط عليه الضغطة دي كده، وهفتح هوريكو بالظبط هسحب الربح في خلال قد إيه. عدوا كده معايا، الساعة 6:27 هنشوف الارباح هتجيلي في خلال قد ايه بالظبط. انا بفتح المحفظه بتاعتي، قال لي افتح الايميل علشان نتاكد انها بتاعتك. هفتح الايميل. عايزكم بالظبط تعدوا اللحظات او البلوك تشين، هضغط عليها كده، هيقول لي هنا تم التاكيد. هاجي افتح هنا كده هلاقيه لحظات ويدخلني على المحفظه اهو. تمام، دخلني المحفظة اهو شباب، ده الرصيد بتاعي. هقول له ريسيف، الرصيد بتاعي 480 دولار. هقول له كده تمام، اخد لما بقول له ريسيف انا باخد رابط المحفظة ده، باخده كده كوبي ودن، وهروح رايح هنا قايل له اسحبه لي بيتكوين. دلوقتي بقت 28، عدت دقيقة، 292.55، وحطيت رابط المحفظة بتاعتي واقول له ادفع نجاح الدفعة. ده جا كمان 100 دولار، جا هنا كتبت الرقم كام. طيب جا كمان 100 دولار، هروح افتح كده تأكيد السحب، هضغط على تأكيد السحب، تم السحب بنجاح. تمام، هقفلها كده، هروح افتح البلوك تشين بتاعتي 481 92 6:28. هستنى، مش هوقف الفيديو، نشوف بالظبط هستلم الدفعة بتاعتي في خلال قد ايه. طبعا ال 614 السعر، عمال سعر البيتكوين بيتراوح من 614 ل 612 الواحد بيتكوين، لسه 481 حتى الآن. 6:29، دقيقتين من ساعة الشرح. انتظر كده، ده عشان الناس اللي كانت عايزة اثباتات لدفع ريسايكل وبيوصلك في خلال قد ايه وبتاخده تعمل بوي. طبعا انا باخده بيتكوين، ابيعه بيتكوين للشباب عادي، او ابيعه لاي وسيط. بصوا يا شباب، خلاص الدفعه جت 694، الدفعه جت لي 212.86 غالبا. وانا بكتب بنبقى نراجع الفيديو نشوف انا كتبت كام، جالي ال 212 دولار، الدفعه جت 692. طيب هروح على رسيف كده تاني، واروح قايل له تمام ضن، واروح على، هو يبدو ان انا كتبت 191 بقى مش 292، هبقى راجعها في الفيديو. هروح على البيتكوين تاني ونجيب ال 100 اللي انا ما جبتهمش دول، وهي 100 بالظبط. ودرو تمام كده، الرصيد صفر، تأكيد السحب. تعالوا كده نتأكد، نضغط على الايميل ريفرش بس. ايوه تأكيد سحب تاني اهو، تم السحب بنجاح. تعالوا نشوف خلال قد ايه هيجيلي الرصيد. يبقى من شوية جالنا 212 دولار في خلال بالظبط دقيقتين، وهنشوف ال 100 يورو هيجوا كام دولار. ده اخر حاجة احنا ايه سحبينها. تمام، بنتظر لحظات كده ونشوف. طبعا انا مسجل من 6:28 بقت 31، بقالنا 4 دقايق او 3 دقايق سحبنا فيهم سحبتين. هنشوف السحبة التانية هتوصل تمام ولا لا. وده كل دي سحوبات من الموقع، ومن الموقع التاني اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بتاع الدفع. طبعا 694 دولار، سعر الدولار دلوقتي كام؟
تنتظر عليه لحظات. هو تمام يا شباب، وصل الميت يورو، وصلوا 110 دولار، وأصبح الرصيد بتاعنا 800 802، 805 حسب سعر الايه، 805 دولار. بكل بساطة شباب استلمت 323 دولار قدامكم دلوقتي اهم، 212 و110 استلمتهم على المحفظة بتاعتي، ودلوقتي اقدر ابيعهم لأي شخص واستفاد بيهم عادي خالص من غير اي مشاكل. ده اثبات سرعة دفع المحترم جدا ريسايكلكس، شركة ريسايكلكس. هتلاقوا تحت الفيديو بإذن الله شرح ازاي بتشتغل عليها وازاي بتظبط الدنيا فيها، وهتلاقوا الرابط بتاعي بإذن الله. الناس اللي مش عارفة تودع بتقدر تودع بيتكوين. ألف شكر ليكم والسلام عليكم.